بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمنع ختان الإناث، أقامت منظمة صوت المرأة مؤتمرا نقاشيا لإصالح نساء الدائرة الأولى حول خطورة ختان الإناث وأضراره على الفتيات اللائي يتعرضن لهذه الظاهرة التي ما زالت تمارس بصورة سرية لدى بعض الأسر. ممثلة منظمة صوت المرأة تطرقت إلى العواقب الصحية التي تتعرض لها الفتاة بعد عملية الختان، وعليه فقد ناشدت نساء الدائرة إلى الوقوف بجانب المنظمة لأجل محاربة هذه الظاهرة التي تؤثر على صحة الفتيات. أما الطبيبة فاطمة محمد صالح التي رافقت المنظمة في إقامة هذا المؤتمر النقاشي، حثت الأمهات على محاربة هذه العادات التقليدية التي لها أثر سلبي على الفتيات، مشيرة إلى أن الحكومة لأجل منع هذه الظاهرة فقد نظمت العديد من الحملات التوعوية بمختلف مناطق الوطن لمحاربة هذه الظاهرة. الجهاز التناسلي يعني قطعة من الجهاز التناسلي هو اللي بيسبب لها كل المشاكل، مشاكل في الجهاز التناسلي، ويكون عندها مشاكل أخرى عديدة. تميز المؤتمر بمداخلات عدة من قبل الحضور، منها مداخلة نائب عمدة الدائرة الأولى موسى سمي جدة الذي طالب من خلال مداخلته النساء اللائي حضرن هذا المؤتمر النقاشي إلى توعية أخواتهن بمختلف أحياء الدائرة لترك ظاهرة الختان.